الى ذلك اكد وزير الخارجيه سامح شكري لنظيرته الفرنسيه كاترين كولونا رفض مصر لاي محاولات لتصفيه القضيه الفلسطينيه. وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجيه ونظيرته الفرنسيه شدد شكري على ضروره العمل على توصيل المساعدات الانسانيه لقطاع غزه. حيث اكدت على تكثيف مصر لاتصالاتها على جميع المستويات لوقف جوله المواجهات العسكريه الحاليه. واحتواء الازمه الراهنه وتداعياتها الانسانيه والامنيه التي يمكن ان تخرج عن السيطره وشددت على رفض مصر لاي محاولات لتصفيه القضيه الفلسطينيه عسكريا او بالتهجير كما اكدت على اهميه السماح بمرور المساعدات الانسانيه والاغاثيه للقطاع وتسيير عمل المنظمات الامميه والانسانيه ذات الصله